دكتور حسين علي هارف من العراق بغداد، مؤلف ومخرج العرض قلب الدمية الذي سيعرض هذا اليوم في اليوم الثالث من أيام المهرجان الدولي للمهرجان النسائي بدورته الثالثة. طبعا هذا العمل يصنف بأنه مونو دوما، أي أنه مونو دراما ولكن هو دوما، يعني نوع من التوليفة بين فنون الدوما وفنون المونودراما. العمل من إنتاج نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع نقابة الفنانين السوريين، بمعنى أنه إنتاج مشترك عراقي سوري. المؤلف والمخرج أنا من العراق، الممثلة وحركة الدوما إيمان عمر من سوريا، الموسيقى محمد إيهاب المرادني من سوريا، والسينغراف فريق السينغراف عباس قاسم وعلي جواد من العراق. كما تلاحظون فريق عمل من البلدين، تعاون فني جميل جدا. هذا العمل سبقا قدم في بغداد لثلاث عروض، وفي دمشق أيضا قدم ثلاث عروض، وقدم أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. يعني هذه المشاركة أو الدولة الرابعة التي تستضيف هذا العمل، وإحنا سعداء جدا أن نتواجد في هذا المهرجان وفي بلد الجزائر الحبيبة وفي هذه الولاية الجميلة المضيافة، ولاية الوادي. طبعا هذا العمل أيضا بعد ما ينتهي هذا المهرجان سنسافر إلى تونس الشقيقة للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج الدولي للعراس. قلب الدمية هي تحكي قصة دمية ينبض قلبها فجأة، مرمية بين الدمى وتشعر أن قلبها بدأ يدق وتبعث بها الحياة بظروف طبيعية محددة، فبعدين تبدأ بالكلام من وضعيتها الجديدة وتبدأ بأن تبوح لنا معاناتها كدمية مع محركها التي هي تحبه، ولكن محرك الدمية كان يرميها دائما، ونكتشف أنها أيضا وقعت في غرامة في حين أن هذا اللاعب الدمية هو سيخطب ويتزوج من صانعة هذه الدمية، فينتج صراع داخل هذه الدمية، لكن في النهاية نسمع إدانة على لسان الدمية للعالم الإنسانية الذي بدأ ينحو نحو القسوة والحروب والألم والمعاناة، فتقرر هذه الدمية التي بعث بها الحياة أن تنسحب إلى عالم الدمى، تعود إلى عالم الدمى، هذا العالم الأصم الذي لا حياة فيه. حسب قولها سيكون هذا أفضل من أن تعيش وسط عالم إنساني بدأ يبتعد كثيرا عن إنسانيته.